تكتسب القمة 15 لتكتل بريكس هذا العام أهمية كبرى بسبب تزامنها مع أحداث وتحولات دولية جذرية وعشية انطلاق هذه القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا. أكدت الصين أحد الأعضاء الخمسة في التكتل دعمها لتوسيع المجموعة، مشيرة إلى أن بريكس تشكل آلية مفتوحة وشاملة لتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار العالمي. فهل تملك بريكس إذن ما يكفي من الأوراق لإعادة صياغة التوازنات الدولية؟ وهل تتمكن المجموعة من كسر المنظومة الغربية وتصبح منافساً قوياً لمجموعات السابقة؟ تكتسب قمة بريكس هذا العام أهمية كبرى بتزامنها مع أحداث وتحولات عالمية جذرية. سيشارك في القمة حضورياً رؤساء البرازيل والصين وجنوب أفريقيا ورئيس وزراء الهند. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسيشارك عبر تقنية الفيديو، على أن يترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف. ووزعت الدعوات إلى 67 دولة و20 ممثلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي رغم سعي الرئيس الفرنسي للمشاركة كمراقب. وأكدت أكثر من 40 دولة مشاركتها في قمة جوهانسبرغ. يتصدر توسع بريكس بجدول أعمال القمة مع تقديم 23 دولة طلبات رسمية لذلك. وستركز القمة أيضاً على قضية التخلص من هيمنة الدولار على التحويلات المالية العالمية، بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والجزء الجنوبي من العالم. وأوضح منظمو القمة أنه خلال اليوم الأول ستعقد جلسة منتدى الأعمال، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة، وبعدها سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة لتبادل الآراء بشأن مختلف المواضيع. وفي اليوم الثاني ستعقد جلستان، الأولى مخصصة لمناقشة الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد، والجلسة الثانية علنية بمشاركة ممثلين عن مجلس الأعمال وتحالف سيدات الأعمال وبنك التنمية الجديد. وللمزيد من المتابعة معنا من جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف دكتور حسني عبيدي. دكتور حسني مرحبا بك معنا. إذن مع هذه الرغبة لدى بريكس وبدعم كبير من الصين في التوسع، هل هذا التكتل إن صح التعبير قادر على تحويل نفسه إلى تحالف جيوسياسي عوضا أن يكون مجرد نادي اقتصادي للاقتصادات اقتصاديات عبر العالم سواء الصاعدة أو النامية أو حتى الكبيرة؟ هل هو قادر على هذه الصياغة يعني التأثير في التوازنات الدولية أو حتى تهديد وتغيير النظام العالمي الأحادي القائم؟ يعني هو يجب قبل كل شيء التساؤل إذا كانت لديه النية والإرادة أن يتحول فعلا من قوة اقتصادية مهمة جدا وفاعلة تسيطر على أكثر من 17% من التجارة العالمية وتساهم في الاقتصاد العالمي بمعدل يتجاوز 31%. لكن من المؤكد يعني كما تفضلت أن التحدي الكبير أمام البريكس هو كيف يمكن ترجمة هذا النمو الاقتصادي المتسارع جدا حتى في ظل بعض يعني الفترات الصعبة، كيف يمكن ترجمته سياسيا ودوليا؟ هناك تنوع جدا في توجه الدول التي دول مؤسسة للبريكس، وأعتقد أنه يعني من المبكر جدا التوجه نحو قطب جديد يزن سياسيا واستراتيجيا. برأيك دكتور حسني الولايات المتحدة تخشى هذا الصعود أو هذا التكتل وما يمكن أن يشكل من مخاطر عليها وعلى مصالحها مستقبلا؟ أكبر يعني أعتقد أكبر تخوف هو يعني تستطيع دول بريكسيت أن تتوسع إلى دول أخرى، لأن دول بريكس تقول خاصة الصين بأن في النهاية
هناك عطب في النظام الدولي، هناك خلل كبير، لأن هذا النظام الدولي الحالي يعاني من استقطاب، يعاني من هيمنة الولايات المتحدة وأحيانا دول أخرى تابعة لها وهي مجموعة السبع. وبالتالي هي الدول البريكس لا تريد أن تعطي نفس النموذج. ولذلك يعني إذا لاحظت معي أن القمة ستخصص لجزء كبير منها لإفريقيا، أي أنها تريد أن تقول بأن العالم الذي نريده أو النظام الجديد الذي نصب إليه والذي نريد بناءه على أعتاب هذا النظام المتهالك هو نظام متعدد الأقطاب، بدليل أننا نريد أن نتوسع إلى دول أخرى. لكن من ولكن دكتور، هل هذا يعكس المجموعة نفسها أم توجه الصين؟ لأنه حتى الهند، لأن هناك يعني مواقف متضاربة ومنافسات داخلية وتضارب مصالح ما بين دول المجموعة نفسها، يعني حتى إذا تحدثنا عن الهند والصين هناك خلافات، هناك تحفظات على مسألة التوسع، لأن الهند تخشى أن الصين تسعى إلى استوظيف هذا التكتل بتوسيع أعضائه من أجل تكريس نفوذها على مستوى العالم. روسيا تسعى إلى إثبات أنه هي غير معزولة والخروج من عزلتها على الأقل مع الدول الغربية، بينما مثلا جنوب أفريقيا أو حتى البرازيل ليس لديهم ذلك الخلاف الأيديولوجي أو السياسي أو حتى الاقتصادي مع الدول الغربية ولا مع الولايات المتحدة. يعني قوة المجموعة السبع، قوة العالم الغربي إن صح التعبير، تكمن في النهاية في الانسجام وتشابه الأنظمة الديمقراطية لهذه الدول. الدول البريكس هناك صحيح هناك يعني اختلافات كبيرة في النظم السياسية المتبعة، وكذلك اختلافات أصلا في الولاءات. يعني الهند دولة قريبة جدا، يعني ورئيس الوزراء الهندي استقبل استقبالا كبيرا في فرنسا، كذلك في البيت الأبيض. ومن الصعب بالنسبة للهند دولة مؤسسة كذلك أن تغير استراتيجيتها في هذه العلاقة المتوازنة مع الصين وروسيا من جهة، وكذلك مع الولايات المتحدة. فالأجندات المتناقضة والمختلفة لدول بريكس هي كذلك عامل معوق نحو اتجاه هذه المجموعة للعب دور دولي ودور سياسي يكون موازي أو منافس أصلا للولايات المتحدة الأمريكية. وهي تعتقد بأن في النهاية الابتعاد نوعا ما عن لعب السياسة هو الذي وفر لهذه المجموعة أن تصل إلى هذا النمو المتسارع في الاقتصاد العالمي. التوسع نقطة لصالح هذا التكتل والمستقبل، وربما للفكرة اللي يتم التسويق لها بشكل كبير، أنه ما بات يسمى بالجنوب العالمي وحالة الغضب من الغرب ومن القيادة الأمريكية على الخصوص. التوسع سيكون في صالح هذا التكتل برأيك وفي إيصال هذا الصوت، خاصة أن البعض يرى أنه من الصعب سيكون تحقيق أي هدف أو أي توافقات، لأنه هذا سيجعل الإجماع على مستوى التكتل أصعب فأصعب. يعني هذا ما تريد توظيفه دول بريكس، خاصة الصين وروسيا وحتى كذلك جنوب إفريقيا. ونعتقد النقطة المهمة يعني المفصلية في هذا التحول وهذا التوظيف هي الحرب الأوكرانية الروسية، أي أن العديد من الدول في النهاية غير مرتاحة لرغبة العديد من الدول الغربية، خاصة مثلا الولايات المتحدة أو بريطانيا، أن برغبتها بأن تختار دول الجنوب، أن تختار في النهاية هل هي مع أوكرانيا أو مع روس، أن تندد مثلا بالتدخل الروسي. هي تفضل في النهاية أن تبقى على موقف حياد أو عدم في الدخول في هذا الموضوع، لأنه مكلف لها اقتصاديا وسياسيا وحتى شعبيا. ما توفره بريكس، ما تريد أن تقوله لدول الجنوب التي يعني دعتها في قمة جوهانسبورغ، هو أننا نحن لا نبحث في النهاية عن تموقع، ولا نبحث كذلك على أقطاب، وأن لكل في النهاية دول الجنوب لديها الحق في أن تتبنى الموقف السياسي الذي يتبنى سياستها الخارجية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا.